يوم الأمس تحدثنا عن الاستعدادات وأتم التجهيزات اللي كانت في الأمس لهذا المهرجان، لكن اليوم نحن نتحدث ما بعد الافتتاح وما بعد فعاليات افتتاح المعرض. واليوم نستضيف حاليا في هذه الأوقات مدير شركة إيفنتيد لإدارة الحدث والمنظم لمهرجان اليوم السيد محمد الخريس. سعد مساء. سعد مساكي ومساء جميع المشاهدين. محمد، يعني بالأمس احنا تحدثنا كثير عن الآمال والطموحات والتوقعات أيضا، اليوم السؤال الأهم، ماذا أو ما هي النتائج التي كانت حتى اللحظة من منذ بدء الافتتاح وحتى اللحظة الحالية؟ يعني أنا بدي أحكي لك بس على موقف، يمكن بالتحضير الصبح يسري طلب أنه أنا أبدأ اللقاء، يمكن أنا تعمدت ما أكون، يمكن حتى أنا توقعت أنه هذا السؤال يكون السؤال. يمكن قبل كان في عدة مقابلات، اللمعة اللي شفتيها في عينين كل الحضور والفرحة الكبيرة في عيون الناس أنه فعلا طول كرم قدرة تتحقق هذا الإشي، أنا برأيي اليوم يمكن كثير حكيتها، أهم ما يميز المهرجان كلمتين، طول كرم والزيتون. اليوم نجحت كثير، اليوم الآلاف اللي موجودة والعمالنا بنشوف صورهم عبر شاشة الفجر الجديد بالبث المباشر وبالنقل والحضور الإعلامي والحضور الرسمي والحضور الشعبي والفرحة بعيون الكل، صدقيني هذا هو أكبر نجاح، وهذا فعلا اللي ما حتعب كثير من الناس اللي كانت تشتغل على هذا الموضوع. يمكن أنا المرة الماضية فاتني أنه أنا أذكر أنه كانت في حالة شراكة مش بس بين المؤسسات حتى بين المنفذين. اليوم أول شيء في عنا شريك إعلامي متميز اللي هو أنا بطل من خلال شاشته، واللي أنا فعلا حابب أشكركم على الجهد الكبير، كمان حتى شركة في التنفيذ، في عنا شركة سيفن برادرز، في عنا شركة دار الفنون اللي ماسكين كمان معنا الفعاليات. اليوم هاي الشراكة بين الكل اللي بتميزوا، اللي فعلا انا بحكي لك اياها، يمكن عملوا فوق طاقتهم، ما كانوا يفكروا لا بناحيه ماديه ولا شيء بقدر ما كان تحدي كبير. اليوم اللي شفناه اليوم فعلا هذا كنا قدر التحدي، وانه فعلا كان في شيء متميز. انا متاكد كان على هذا المقعد وزير، وكان في عندنا كثير من الرعاه والناس، هذول كلها عناوين انا بتوقع خرجوا بانطباع اكثر من رائع عن طول كرم. شكرا لكم، شكرا للكل، وفعلا انا كمان بوعد فيه انه يمكن حكينا امبارح عن التحضيرات، بس اللي بوعدك وبوعد المشاهدين فيه انه هاي بس البدايه، لسه في اشياء كثير. قلنا بالامس هو حلم لكل مواطن كرمي وحتى لكل شركه موجوده على ارض الكرم. صحيح. اليوم باعتبار تحقق هذا الحلم، لكن كرؤيه محمد سواء هو في ايفنتيد او حتى كمواطن فلسطيني في طول كرم حاليا، عن الرؤيه للمستقبل، هل محمد الذي حلم بتحقيق هذا المهرجان سيحلم ايضا في ديمومه واستمراريه هذه المهرجانات للسنوات القادمه؟ أنا بدي أحكي لك على إشي أوسع، يمكن أنا حالم بزيادة، بس أنا بحكيها بواقعية. الأمر يمكن كثير كانوا يحكوا إنه هذا المهرجان راح يكون فيه ثاني وثالث ورابع، أنا ما بحكي لك بس عن ثاني وثالث، أنا بحكي لك إياها، وهي دعوة لأي شركة لأي شخص كرمي. أنا برأيي اليوم قدرنا نحط طول كرم على بصمة الفعاليات الكبرى، اليوم مش فقط مهرجانات، أنا برأيي راح تولدت حالة ثقة لدى المواطن الكرمي أولاً إنه فعلاً طول كرم قادرة على إنها تكون قادرة تنظم مثل هيك فعاليات، لدى الشركات والمؤسسات اللي بترعى مثل هاي النشاطات انه طول كرم قادره بمهنيه عاليه انها تكون عنوان لهذا الموضوع. مكان اكثر من رائع، جامعه فلسطين التقنيه خضوري، اليوم كمان اعدنا اكتشافه في عيون كثير من الناس، وسائل اعلام اكثر من رائعه ياتي على راس التلفزيون الفجر الجديد، ايضا جمهور اكثر من رائع، جمهور كرمي رائع. برايي انا الرؤيه انه طول كرم فعلا محافظه التفوق، اليوم تفوقت على نفسها هذا المهرجان، وإن شاء الله القادم أكبر وأجمل. شكرا جزيلا السيد محمد الخريس مدير شركة إيفنتيد لإدارة الحدث. وأنتم مشاهدين الكرام ما زالت الكثير من المفاجآت، اليوم هو فقط اليوم الأول للمهرجان، لكن تبقى يوم ثاني ويوم ثالث أيضا، المزيد من الفعاليات والتغطية الإعلامية عبر الشاشة.